قوي هتلاقي فوق في حتتين طالعين كده، كل واحدة من دول بتقوم بعملية قياس معين. انت عشان الطيار يبقى عارف هو طالع ولا نازل ولا عالي ولا طالع فوق يعني من غير طالع فوق الحدود بتاعته ولا لا، لازم يقعد يقيس من كل داخل. لحد دلوقتي انت ما شفتش الطيار بيخش ازاي في المكان بتاعه. الطيار هنا شكله بيشعبط، يعني لازم يتعمل له سلم ويشعبط فيه، يعني ما يقدرش يقف في اي حته، لازم يقف في مكان مفيش سلم، لازم يقف في مكان يكون مخصص له. بس كمان مش هيقدر مثلا هيقف عند مطعم مثلا، ولا هيخش في سينما مثلا.